السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور خالد الهاشمي، طبيب استشاري أمراض دم وسرطانات. نعمل في مستشفى الرفاعة الغبرة. نبث هذه الرسالة لأول مرة في للمجتمع بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان، ليوافق 4 فبراير من كل عام. نشارك مرضانا ونشارك المجتمع العلمي بهذا اليوم، فيه تجتمع حضور المعلومات الجديدة في مجال. في هذا اليوم نهدف إلى زيادة الوعي العلمي أو المجتمعي في مرض السرطان، سواء من عدة جوانب التشخيصية وجوانب الفحص المبكر لمرض السرطان بشكل عام، وكذلك تستجمع الجهود الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والخاصة في عمان لزيادة الوعي. مرض السرطان من التحديات الصحية المعاصرة التي تواجه المؤسسات الصحية، وللأسف تصيب الكثير من الأشخاص في المجتمع، وبالتالي يجب على المجتمع بشكل عام والأفراد بشكل خاص وضع هذا الهاجس في من أولويات التي يجب علينا.